هنا القاهرة عاصمة الخبر. طب مساءكم، وهذه جولة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. الغرب يكثف مساعدته لأوكرانيا، ورئيس الأركان الأمريكي يلتقي بقائد الجيش الأوكراني لأول مرة في بولندا. قادة مصر والأردن وفلسطين يؤكدون من القاهرة ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ترامب يدشن حملته الانتخابية لسباق الرئاسة الأمريكية لعام 2024 نهاية الشهر الجاري. البداية مع تطورات الصراع الدائري في أوكرانيا. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أنه يجري محادثات مع الحلفاء بشأن احتمال إمداد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة. حضر شولتز في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية من أين أي إعلانات يجب أن تأتي على قدم وساق مع حلفاء وأصدقاء ألمانيا. قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قال إن قرار بلاده بإرسال دبابات شالنجر 2 الثقيلة إلى أوكرانيا يهدف لمساعدتها على صد الهجوم الروسي في شرق البلاد وفي جنوبها. وشدد الوزير البريطاني على أن لندن سوف تدعم الأوكرانيين حتى النصر، موضحا أنه بالرغم من اعتراض موسكو على دعم لندن لكييف بالدبابات فإنها ملتزمة بالدفاع عن الأوكرانيين. جدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. تصريحات ميلي جاءت خلال لقائه القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية في بولندا في أول لقاء من نوعه منذ بدء الأزمة. أوضح البنتاغون في بيان له أن اللقاء تناول الحرب الروسية على أوكرانيا وتبادل وجهات النظر وتقييم الأوضاع على الأرض. منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية لم يتوقف الدعم المالي والعسكري الغربي لكييف، ففي خضم المعارك الضارية بين الجانبين على الأرض تتدفق المساعدات العسكرية الغربية على أوكرانيا من كل جانب. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قبل أيام عن أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تزيد على 3,750,000,000 دولار، وتشمل مركبات مضادة للألغام وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة وصواريخ أرض جو وألغاما أرضية مضادة للمدرعات والذخيرة. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن ستزود أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وناقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض جو.
من جانبها أعلنت بريطانيا تقديم أهم حزمة من القوة القتالية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمام البرلمان البريطاني إن هذه الحزمة تشمل 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 ومئات المركبات القتالية وبنادق ومعدات تزيد من القدرة على اختراق حقول الألغام والسدود. الرد الروسي جاء سريعا حيث هددت موسكو بإحراق تلك المساعدات وتدميرها. وقال الكريملين إن إمدادات الأسلحة الجديدة لن تغير الوضع على الأرض، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزير الدفاع سيرجي شويغو زار القوات الروسية في أوكرانيا وقدم جوائز من الدولة للجنود لتفانيهم وبطولاتهم. ومن جديد، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الحلفاء على اتخاذ قرارات سريعة لإمداد كييف بمزيد من الأسلحة والوسائل الدفاعية، كما دعا إلى تنسيق الجهود بين الحلفاء والدول الداعمة لبلاده، مؤكداً أن الهجوم الأخير على دنيبرو يظهر حاجة بلاده الماسة لحلول جديدة في الإمداد الدفاعي. والآن نتحول إلى الزميل ياسر رشدي لمزيد من التحليل والمتابعة. أهلا بك ياسر، هل أمد الحرب يبدو أنه قد طال بهذا الدعم المختلف نوعيا إلى حد ما؟ هو بالتأكيد طال، ولكن على ما يبدو أيضا أن الدعم الغربي ودعم الولايات المتحدة الأمريكية سائر في طريقه وفقا لهذه النوعية حتى من الأسلحة والتطورات في الساحة أخيرا. عموما كل هذه الموضوعات نناقشها ونطرحها الآن مع ضيفنا الذي ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب، حازم الغبرة المستشار السابق في الخارجية الأمريكية. بعد تحية سيد حازم، طبعا هناك على ما هو واضح دعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحزمة الأخيرة حتى، وبخلاف طبعا الدعم الذي يأتي من الدول الغربية. هل مساحة ونوعية الأسلحة التي تدعم بها الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا وكذلك الغرب سوف يظل في هذه المساحة مساحة الدفاع فقط، أم أننا ربما نشهد نقلة نوعية في نوعية الأسلحة وبالتالي في الصراع بين أوكرانيا وروسيا؟ سيد الكريم، شكرا على الاستضافة وتحية لجمهوركم في مصر والعالم أجمع. طبعا كما رأينا هنا نقاش على نوع جديد من الأسلحة ودفعة جديدة، يعني تظهر أن الحرب ستتطور إلى مرحلة جديدة. هنا يعني عبر الأشهر الماضية كان هناك طلب لأسلحة دفاعية، صواريخ محمولة على الكتف، مدافع، وأيضا يعني صواريخ ضد الأهداف الجوية. اليوم يأتي الطرف الأوكراني ويقول نحن مستعدون لمعركة التحرير ونحتاج إلى دبابات. كان هناك طلب لـ 300 دبابة بالأكثر، ستكون من طراز النمر الألماني. هناك حاجة لـ 600 أو 700 عربة مصفحة و500 مدفع. نحن نرى أن هذه الأسلحة أسلحة لمعركة ليست هجومية كاجتياح لروسيا، لكن هجومية لتحرير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. طبعا بعد وصول منظومة باتريوت أو الآن في طور الوصول وحماية الجو الأوكراني من الهجمات والطائرات الروسية، الآن الفرصة متاحة لهجوم بري أوكراني يحرر الأراضي الأوكرانية، وهذه ستكون المرحلة الجديدة من هذه الحرب، ونتمنى أن تكون المرحلة النهائية من هذه الحرب. حتى مع ما تشير إليه سيد حازم أن الرد الروسي ربما جاء متوافقا مع الردود الروسية السابقة، الروس قالوا بوضوح أنه من سيأتي بهذه الأسلحة سوف نحرقها وبالتالي كل هذه المساعدات لا فائدة منها. على ما يبدو فالروس لديهم خطة أيضا في مواجهة هذه النوعية المتغيرة وهذا الدعم المستمر من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن لا يبدو أن لدى الروس أي خطة لمواجهة أي شيء. يعني الروس استطاعوا اجتياح أوكرانيا في الأيام الأولى من الحرب، لكن لم يستطيعوا الحفاظ على بشكل واضح وصريح على أي مدينة أساسية ما عدا الشرق الأوكراني الذي هو منطقة متنازع عليها أصلا. وهناك ميليشيات وأطراف موالية لروسيا كانت موجودة أصلا، وكانت هذا خط تماس روسي أوكراني، لكن حتى الآن نرى هناك تخبط روسي في ساحة المعركة. هناك نقص كبير ورهيب في العتاد الروسي خصوصا الصواريخ. رأينا في دنيبرو البارحة كان هناك هجوم صاروخي على بناء سكني مدني، لكن الروس استعملوا صاروخ
موجه يعني مصمم لضرب البارجات البحرية. فهناك نقص في الإعداد وهناك سوء تنظيم وهناك أحباط في صفوف الجيش الروسي الذي لا يرى من هذه الحرب أي نتيجة إيجابية. كذب على هذا الجيش وقيل له ستدخل إلى أوكرانيا، يستقبلك الشعب الأوكراني بالورود، لكن استقبله الشعب الأوكراني بالنار. لكن على الأقل سيد حازم، يعني حتى المناطق التي سيطر عليها الروس منذ بداية الحرب هم ما زالوا موجودين فيها حتى اللحظة، وبالتالي يعني هذا التغير الذي ربما تحاول أن تشير إليه لم يحدث فعليا على الأرض. نعم الروس لم يتوغلوا أكثر من ذلك، وربما من وجهة نظرهم هذا كافي إلى هذا القدر. هو في الأيام الأولى من الحرب عندما خرج الروس وقالوا نحن سندخل كييف وسنغير الحكومة الأوكرانية ونضع حكومة جديدة، أين ذلك؟ هو يعني الروس أعلنوا سيد حازم منذ البداية أنهم يعني وكرر ذلك أكثر من مرة، فكرة تحييد أوكرانيا على الأقل وعدم يعني إنجاح محاولات الغرب كما يقول الروس والولايات المتحدة أن تكون هذه شوكة في ظهر الروس. لكن للأسف يعني من الواضح أن روسيا أن السحر ارتد على الساحر. اليوم أوكرانيا في طور الدخول إلى الناتو مستقبلا، يعني هذا الأمر سيصبح تحصيل حاصل بعد انتهاء هذه الحرب. أوروبا كلها الآن تقف في مواجهة روسيا، هناك دول أخرى كالسويد تريد الدخول في الناتو. ما حصل لروسيا هو عكس جميع التوقعات، هناك انهيار في الاقتصاد الروسي. اليوم روسيا تحرق آلاف الأطنان من الغاز يوميا لأنها لا تستطيع تصديرها. لا يوجد يعني مهما بحثنا لا يوجد أي شيء إيجابي أتى لروسيا من هذه الحرب، قتل ودمار وانهيار اقتصادي على الطرفين، ولا يوجد أي شيء إيجابي هنا. فروسيا يجب أن تعي ذلك اليوم قبل أن يبدأ المزيد من الدماء بدون أي هدف، وأن تكسر شوكة روسيا أكثر ما كسرت حتى الآن. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي من واشنطن السيد حازم الغبرة المستشار السابق في الخارجية الأمريكية. وهذه مشاهدينا الكرام عودة مرة أخرى إلى أميمة ورغدة لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة، تفضل. شكرا لك يا ياسر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سوف تجري تغييرات واسعة النطاق في الجيش الروسي، وذلك خلال الفترة من عام 2023 وحتى عام 2026. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن تعداد القوات المسلحة سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد. مع اقتراب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من إتمام عامها الأول، لا يبدو أن حلاً قريباً يلوح في أفق الأزمة، بل على العكس من ذلك تمهد المؤشرات كافة إلى نزاع قد يطول أمده. مع استمرار الدعم الغربي لكييف وإقدام موسكو على زيادة أعداد أفرادها العسكريين، التحرك الأخير كشفت عنه وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت عن إجراء تغييرات واسعة النطاق في الجيش في الفترة من عام 2023 حتى 2026. فيما قال الوزير سيرجي شويغو إن تعداد القوات المسلحة الروسية سوف يرتفع إلى 1.5 مليون فرد. التغييرات الرئيسية في تكوين القوات المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير التقسيم العسكري والإداري للاتحاد الروسي الذي سيتم تنفيذه في غضون 2023-2026 ستتطلب قرارات مختصة من نواب وزير الدفاع والقادة ورؤساء وقادة السلاح والقوات. شويغو أشار أيضا إلى أنه سيتم إنشاء منطقتين عسكريتين في موسكو ولينينغراد كجزء من خطوات لضمان أمن البلاد، مع نشر مجموعات مكتفية ذاتيا من القوات على أراضي المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا، في إشارة إلى الأقاليم الأوكرانية الأربعة التي أعلنت موسكو ضمها مؤخرا. تصريحات وزير الدفاع الروسي جاءت بعد ساعات من زيارة لتفقد قوات بلاده التي تقاتل في أوكرانيا، حيث اطلع على تقرير بشأن الوضع الحالي في المنطقة وسير تنفيذ المهام القتالية في الاتجاهات الرئيسية. الكرملين بدوره تحدث عن سبب زيادة تعداد الجيش الروسي، مرجعا ذلك إلى ما سماها الحرب بالوكالة التي يقودها الغرب ضد روسيا،
وضرورة ضمان أمن البلاد دون قيد أو شرط. تحركات تتزامن إذن مع تطورات متسارعة على الأرض في أوكرانيا تتمحور حول تفاقم الأوضاع العسكرية في ميادين القتال، مع استمرار تدفق الشحنات العسكرية الغربية والأمريكية إلى كييف. توقع مصدر روسي أن يكون العقوبات الغربية تأثير كبير على صادراتها من المنتجات النفطية وإنتاجها، ولكنه رجح وجود فائض من النفط الخام سوف يتم عرضه للبيع. وأوضح المصدر أن تصدير النفط الخام هو أسهل من تصدير المنتجات النفطية، وبالتالي سوف تؤدي العقوبات إلى مزيد من إمدادات النفط الخام من روسيا. وتوقع أيضا أن تؤدي العقوبات لانخفاض إنتاج النفط وإجمالي الصادرات من روسيا بنحو 1,000,000 برميل يوميا، وذلك بحلول نهاية عام 2023. يذكر أن معدل تشغيل المصافي قد تراجع بنسبة 15% في المتوسط في هذا العام. تواصل موسكو تطوير منظومة أسلحتها لمواجهة التحركات الدولية، خاصة العسكرية منها الداعمة لكييف. وفي هذا الإطار كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن صواريخ سارمات، مؤكدا أنها سوف تكون جاهزة للانتشار في المستقبل القريب. الزميل أحمد أبو زيد يستعرض لنا إمكانيات صواريخ سارمات، ونتابع هذا في التقرير التالي. وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية الجارية في أوكرانيا، لكن اللافت للنظر كان ما أعلنه الرئيس الروسي من أن صاروخ سارمات الأسرع من الصوت سيكون جاهزا للانتشار في المستقبل القريب. فما هي صواريخ سارمات أو RS-28؟ الصاروخ معروف في روسيا باسم ملك الصواريخ، وفي الغرب باسم الشيطان 2 أو يوم القيامة. هو صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات من الجيل الخامس، يبلغ طوله نحو 35 مترا فيما يزن قرابة 208 أطنان. الصاروخ قادر أيضا على حمل رؤوس نووية مدمرة يصل عددها إلى نحو 10 رؤوس. أما عن قدرته التفجيرية فهي تصل إلى نحو 40 ميجا طن، ما يعني محو دول بأكملها وفق هذه القدرة التدميرية. يستخدم الصاروخ وقودا سائلا يصل مداه ما بين 11 إلى 18 ألف كيلومتر. يعد الصاروخ الروسي وهو الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم، يمكنه اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية. قال الرئيس الروسي أن صاروخه النووي الذي لا يمكن إيقافه سيكون جاهزا عما قريب للاستخدام في الحرب، حيث تستعد روسيا لتوسيع جيشها وتجديد قوتها النووية. يهدف الصاروخ الذي يحمل اسم الشيطان 2 إلى استبدال الصواريخ الباليستية القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وسيشكل كذلك حجر الزاوية في الترسانة النووية الروسية المستقبلية. لطالما نظر إلى هذه الأنواع من الأسلحة باعتبارها تشكل عاملا أساسيا من عوامل الردع أو استعراض القوة في بعض الأحيان، لكن التطورات الأخيرة الجارية في شرق أوروبا وفي عموم العالم تقول أمرا مختلفا، وتقول إن العبث بالأزرار النووية قد يكون قريبا. أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما مشروع قانون يفسخ الاتفاقات المبرمة مع مجلس أوروبا. أوضح مجلس الدوما في بيان له أن مشروع القانون يلغي اتفاق عضوية روسيا في المعاهدات الدولية لمجلس أوروبا. كانت لجنة وزراء مجلس أوروبا قد قرر في مارس الماضي وقف عضوية روسيا في المجموعة. وأما عربيا فقد عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية في إطار المستجدات الراهنة بالأراضي المحتلة. وأكد القادة الثلاثة خلال القمة على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى استمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.
أفادت تقارير إعلامية بعقد لقاء أخوي غدا الأربعاء يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ومن المقرر أن يبحث القادة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة شعوبهم والمنطقة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة معكم من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، ونتابع فيها بعد الفاصل. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ يحذر من أفاد الوقت أمام العالم لمكافحة التغيرات المناخية. أهلا بكم مجددا في نشرة أخبار التاسعة من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. بعد يوم من تقديم وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت استقالتها من منصبها، أعلنت الحكومة الألمانية اختيار بوريس بيسترويس ليكون وزير الدفاع الجديد. وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن بيستوريوس هو الشخص المناسب للمنصب في فترة وصفها بأنها حساسة. قبل أيام من اجتماع رامشتاين بشأن الخطط الغربية لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة، أعلنت برلين تعيين وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس وزيرا جديدا للدفاع. القرار الألماني يأتي في أعقاب إعلان استقالة وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت بعد تعرضها لانتقادات متصاعدة بسبب سلسلة من الحوادث والأسئلة حول صلاحيتها للمهمة. المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن وزير الدفاع الجديد هو الشخص المناسب لقيادة الجيش الألماني خلال ما وصفه بنقطة التحول في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع السياسات الأمنية على مدار سنوات. من جانبه قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إنه يجب اتخاذ عدة قرارات مهمة لم يفصح عن تفاصيلها حول كيفية استمرار برلين في دعم أوكرانيا في حقها في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن بلاده تتحمل مسؤوليتها تجاه كييف ولديها مهام رئيسية لتقوم بها. وزير الدفاع الألماني الجديد الذي يوجد تحت تصرفه صندوق خاص للدفاع قيمته 100 مليار يورو يواجه في الوقت ذاته تحديات عديدة على رأسها فرز القدرات الدفاعية، لا سيما بعد خروج عدة دبابات مشاة من طراز بوما عن الخدمة في تدريبات حديثة. كما يأتي قرار تعيين القائد الجديد للجيش الألماني وسط تصاعد الضغوط على برلين من الحلفاء الغربيين لتزويد أوكرانيا بدبابات الليوبارد الثقيلة لتمكينها من تعزيز دفاعاتها العسكرية في مواجهة الجيش الروسي. من جانبها لا تزال برلين حذرة بشأن الموافقة على إرسال دبابات الليوبارد الثقيلة بسبب مخاوف من أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تعتبر تصعيدا للحرب، كما تحتاج الدول الأخرى التي تمتلك مثل هذه الدبابات أيضا إلى موافقة برلين قبل أن يتم نقلها إلى دولة أخرى. تتسع دائرة الاحتجاجات على غلاء المعيشة في بريطانيا بعدما أعلنت نقابات التدريس والتمريض وسائقو القطارات أعلنوا مزيدا من الإضرابات. ومن المقرر أن يستخذ المسعفون وعمال الإسعاف أيضا قرارا هذا الأسبوع بشأن المزيد من الإضرابات، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمة الصحية الوطنية في الوقت الذي تكافح فيه للتعافي من تداعيات إغلاقات كورونا وأيضا أزمة التوظيف. في
في بريطانيا تعرضت متاجر عدة لسرقات للمنتجات الغذائية، ما دفع ملاك تلك المتاجر إلى وضع أقفال على أبوابها ووضع المنتجات داخل صناديق محكمة الغلق لحراستها. زادت السرقات بنسبة 18% في الشهور 12 المنتهية في يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ضوء ارتفاع التضخم إلى 14.7% في ديسمبر الماضي. من جانبها ناشدت منظمات تجارية مستقلة الحكومة البريطانية ببذل المزيد من الجهد لمواجهة جرائم البيع بالتجزئة. أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تدشين حملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024 في نهاية الشهر الجاري من ولاية ساوث كارولينا، وسوف ينضم لترامب خلال الفعاليات اثنان من أنصاره البارزين في ولاية ساوث كارولينا، وهما السيناتور الجمهوري لينسي جراهام وحاكم ولاية هنري ماكماستر. اتهم المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز الجمهوريين بالقيام بما وصفه حيلا سياسية بشأن الوثائق السرية التي عثر عليها في مكتب ومنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر الماضي، وأعلن عنها مطلع الشهر الجاري. أكد المتحدث أن البيت الأبيض سيرد على استفسارات لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بحسن نية، وأنه سيحدد الرد على خطابات الجمهوريين بشأن الوثائق في حينه. قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سوف يزور العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 5 حتى 6 من شهر فبراير المقبل. وأوضح المسؤول أن بلينكين سوف يجري خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين الصينيين، وذلك بهدف تهدئة التوترات مع بكين التي تعد هي الخصم الأساسي لواشنطن. انخفض عدد سكان الصين للمرة الأولى منذ عام 1961 نتيجة فرض بكين سياسة الطفل الواحد بين عامي 1980 و2015، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعليم بشكل ملحوظ. وقد سمح المسؤولون بالصين بزيادة عدد المواليد هذا العام بإنجاب 3 أطفال، مع محاولة بذل الجهود للتشجيع الأسر على الإنجاب. فيما يعد تحولا تاريخيا، أعلنت الصين انخفاض عدد سكانها للمرة الأولى منذ عام 1961 بصورة كبيرة، وذلك نتيجة اتباع بكين سياسة الطفل الواحد التي فرضت بين عامي 1980 و2015. المكتب الوطني للإحصاء في الصين أكد أن معدل المواليد في العام الماضي بلغ 6.77 من 100 مولود لكل 1000 شخص، مقارنة ب 7.52 من 100 مولود في 2021. هذا العام الذي خفف فيه صانع السياسات القيود المفروضة على الإنجاب وسمحوا بإنجاب 3 أطفال، مع مضاعفة الجهود لتشجيع الأسر الأكبر حجما، لكن هذه الجهود كانت صعبة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم اليقين الاقتصادي الذي يلوح في الأفق. وأضاف المكتب أن الصين سجلت أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37% حالة وفاة، مقارنة بمعدل 7.18% حالة وفاة في 2021. ويرجح خبراء الأمم المتحدة تقلص عدد سكان الصين بمقدار 109 ملايين بحلول عام 2050. أقرت الحكومة اليابانية مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في مواجهة النفوذ العسكري الصيني الذي اعتبرته تحديا استراتيجيا غير مسبوق. بالفعل الأمر الذي دفع طوكيو لرفع ميزانيتها العسكرية بنسبة 26%، المزيد في العرض التالي سياسات اليابان الدفاعية، يقدمه لنا الزميل أحمد أبو زيد. ملفات عدة حول العالم تشتعل، تترجمها أصوات المدافع وهجمات الصواريخ ولغة الاتفاقات العسكرية. وبعد اشتعال الصراع في بحر الصين الجنوبي ومناوشات الصين في تايوان وتجارب كوريا الشمالية،
تتجه اليابان إذن للمرة الأولى منذ عقود إلى تنمية ومضاعفة موازنتها العسكرية. الحكومة اليابانية أقرت مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في مواجهة النفوذ العسكري الصيني الذي اعتبرته تحديا استراتيجيا غير مسبوق، ورفعت موازنتها الدفاعية بنسبة بلغت 26% لتبلغ 863 مليار دولار. اتجهت لشراء الأسلحة وعقد اتفاقات ثنائية وأوسع من الثنائية. تتضمن قائمة مشتريات اليابان العسكرية 16 مقاتلة من طراز F-35 فضلا عن صواريخ توماهوك من الولايات المتحدة، وهي التي يمكن إطلاقها من السفن الحربية، إضافة إلى صواريخ أرض جو أمريكية ونرويجية. وسعت طوكيو كذلك من نطاق معاهدة الدفاع المشترك مع حليفتها الولايات المتحدة في وجه من يوصف بالعدو المشترك الصين، لتعلن بناء قاعدة عسكرية فوق جزيرة كاجوجيما تمهيدا لنقل موقع التدريبات العسكرية المشتركة مع القوات الأمريكية إليها. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تبني سياسة إقامة تحالفات متنوعة، فاستهدف التعاون مع دول أوروبية مع فتح حوار مشترك مع فرنسا، ليعلن البلدان الاستعداد لإجراء جولة جديدة من التدريبات العسكرية المشتركة بينهما. وقع رئيس الوزراء الياباني اتفاقية دفاعية مع نظيره البريطاني ريشي سوناك تسمح للبلدين بنشر قوات على أراضي بعضهما. اتفق رئيس الوزراء الياباني مع رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني على رفع مستوى العلاقات الدفاعية بين البلدين، كما وقع على خطة مشتركة لتطوير اليابان وإيطاليا وبريطانيا طائرة مقاتلة تكون جاهزة بحلول عام 2035 ضمن برنامج القتال الجوي العالمي. وسعت كذلك طوكيو من خطتها العسكرية، فأجرت محادثات وزارية أمنية مع أستراليا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، روسيا والفلبين كذلك. تتفاوض اليابان في قطاع أمن المعلومات مع كندا كجزء من خطة العمل التي اتفق عليها العام الماضي، والتي تتضمن كذلك تدريبات عسكرية مشتركة وتعاونا عسكريا بينهما. في السنوات الأخيرة أرسلت ألمانيا وهولندا واليابان والولايات المتحدة وبريطانيا سفنا حربية إلى بحر الصين الجنوبي كوسيلة لمواجهة ما تسميه طموح الصين للسيادة عليه. اتفق قادة حلف الناتو مع اليابان وأستراليا أن الصين باتت تشكل تحديا شاملا. حذروا أيضا من تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة أصلا بين بكين وموسكو. اليابان إذن قررت مضاعفة موازنتها العسكرية، تعمل على زيادة قدراتها على شن هجوم مضاد مع إسقاط أي صواريخ محتملة والاستعداد لأي ضربة استباقية وفق ما تقوله طوكيو، علما بأنها واحدة من بين أقوى 10 دول عسكرية حول العالم وفقا لتصنيف جلوبال فاير باور الأمريكي. ما الذي تغير من وجهة نظر اليابان، وما الذي استشعرته من أشكال المخاطر؟ أهو الخطر الصيني كما تقول اليابان دوما، أو إن هناك من يريد أن يزيد التسخين فوق هذه المنطقة، وتحديدا الإشارة إلى دول الناتو والولايات المتحدة؟ حذر المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري من فاد الوقت أمام العالم لمكافحة تغير المناخ، وأكد كيري خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي على ضرورة توفير التمويل اللازم لمواجهة الأزمات الناجمة عن التغير المناخي وتأثيراتها على الأشخاص الأكثر ضعفاً. تحاول الدول الأوروبية مواجهة تداعيات التغير المناخي. يأتي هذا عقب تحذيرات الخبراء من أن هذا قد يكون الوضع الطبيعي الجديد. المزيد في سياق هذا التقرير. الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، هكذا تم وصف صيف 2022 في أوروبا التي لا تزال تتحدث عن تداعيات الاحترار والطقس الحار القاسي الذي شهدته رغم دخول فصل الشتاء، والذي اعتبرته أيضا عدد من الدول دافئا مقارنة بسنوات سابقة. فمن أيرلندا إلى كرواتيا ومن القطب الشمالي إلى البحر المتوسط، شهدت أوروبا عددا من الحوادث الناجمة عن التغير المناخي، دفعت الخبراء للتحذير من أن هذا قد يكون الوضع الطبيعي الجديد. عالمة المناخ فاليري ميسون ديلموت بمختبرات علوم المناخ والبيئة في فرنسا علقت على الطقس القاسي الذي تعرضت له الدول الأوروبية بأن حرائق الغابات أحد أهم مظاهر التطرف المناخي الذي يصعب احتوائه، مؤكدة أنه ليس من المستغرب
أن يكون عام 2022 هو العام الأكثر دفئا على الإطلاق بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية. من جانبهم يهتم علماء الجليد بتأثير هذه التغييرات على المناطق الأكثر برودة في أوروبا، إذ يقولون إن فصل الشتاء الماضي كان جافا جدا خاصة على الجانب الجنوبي من جبال الألب، مع عدم هطول الأمطار تقريبا بين شهري ديسمبر ومارس، مما ترك الأنهار الجليدية معرضة للعوامل الأكثر دفئا في الربيع والصيف. وكانت أوروبا سجلت درجة حرارة في ديسمبر 2022 أعلى بمقدار 0.9 درجات مئوية عن متوسط سنوات 1991 حتى 2020، كما شهدت أعلى نقطة في غرينلاند هطول أمطار بدلا من تساقط الثلوج للعام الثاني على التوالي، فيما شهدت دول أوروبا المطلة على البحر المتوسط شهرا دافئا بشكل استثنائي. لا يزال الاحتباس الحراري والتغير المناخي في الأحوال الجوية يلقي بظلاله على الدول الأوروبية كافة، في وقت تحاول فيه عدد من الحكومات سباق الزمن من أجل احتواء الأزمة. وأما الآن فنتحول إلى الزميل ياسر رشدي للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الملف، إليك ياسر. شكرا أمامة وشكرا رغدة. مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا الآن من القاهرة دكتورة شادن دياب الباحثة الدولية في التغيرات المناخية. بعد التحية دكتورة شادن، لعلك تابعتي معنا هذا التقرير الذي كان يبث منذ لحظات، في الواقع هو بشكل أو بآخر يتسق مع هذا التحذير الذي أطلقه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري. هو حذر من ديفوس اليوم في المنتدى من نفاد عنصر الوقت، ما تابعناه هل فعلا يؤكد هذا المعنى برأيك؟ مساء الخير. نعم، جون كيري اليوم قد أكد أنما لا يمكن الحصول على حيادية كربون إذا لم نقوم بضخ الأموال اللازمة للوصول إلى ذلك، وذلك بأن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة من ناحية الطاقة، يتطلب أيضا من الصناعيين يعني شحذ الهمم والعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وأيضا تقليل من استخدام الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة النظيفة. كل ذلك يحتاج إلى مال، وقد كررنا نحتاج إلى الكثير من الأموال، والمشكلة اليوم أن الحلول موجودة ولكن لا نقوم بتطبيقها على أرض الواقع من قبل الصناعيين ومن قبل الحكومات، ولذلك كانت هناك نبرة يأس من قبل جون كيري بالنسبة إلى الوصول إلى الحياد الكربوني واتفاقية باريس. هذا الأمر واضح جدا للأسف. طيب دكتورة شادن، في الحديث عن التغير المناخي هناك عناصر كثيرة يعني نتحدث عنها، عنصر الوقت، عنصر التمويل، لكن المتابع أيضا للنوايا الدولية ومؤخرا في خلال كوب 27 مؤتمر المناخ الذي انعقد في شرم الشيخ المصرية كان هناك تعهدات ب 100 مليار دولار بعد صعوبات بليغة كما تعلمين. أيضا ديفوس اليوم يتحدثون عن مبادرة ب 3 تريليونات دولار كل عام، وبالتالي هل هذه الأرقام إن تحققت أو كانت هناك نوايا صادقة يمكن أن تكون فاعلة في مواجهة هذا التغير المناخي الذي يحدث بشكل متسارع؟ اليوم أظن أن يعني حتى في قمة شرم الشيخ يعني طرحت الحلول وطرحت أيضا آليات التمويل الموجودة لدعم الاقتصاد الأخضر والتحول نحو الطاقة النظيفة وأيضا إيضاح كل هذه الحلول، ولكن اليوم لا يعني لا نحتاج فقط إلى الحلول، لا نحتاج فقط إلى تمويل، ولكن نحتاج إلى العمل. يعني هو العمل والأموال موجودة، الأموال موجودة، ولكن هي أن نقوم باستخدام هذه الأموال نحو مثلا دعم الصندوق الذي تعهدت به الدول الصناعية الكبرى لدعم الدول النامية. نحتاج اليوم أيضا إلى بث والعمل على حلول، على استثمارات كبيرة من ناحية الطاقة. يعني الأموال أظن أنها موجودة، الاستثمارات موجودة، ولكن هي الانتقال نحو
الأعمال وأيضا اتفاق الدول. نرى بعض الدول اليوم نعم دكتور في أوروبا تقوم باستخدام الفحم وإعادة استخدام الطاقة الملوثة، فذلك ليس لا يعطينا الكثير من الأمل. أنا أشكرك شكرا جزيلا من القاهرة دكتورة شادن دياب الباحثة الدولية في التغيرات المناخية. وهذه مشاهدينا الكرام عودة مرة أخرى إلى أميمة ورغدة لاستكمال لفات هذه النشرة، تفضل. شكرا لك يا ياسر. والآن مع هذه الوقفة الرياضية. اختتم منتخب مصر لكرة اليد مباريات الدور الأول من بطولة العالم بالعلامة الكاملة بعد أن حقق فوزا كاسحا على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 35-16 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة. وقد انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 19-7، وذلك صعد المنتخب المصري بذلك إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم متصدرا مجموعته برصيد 4 نقاط بعد خصم نقاط مباراة لفريق صاحب المركز الأخير في المجموعة وهو المغرب. إذن أداء مميز للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم لكرة اليد. نتعرف مرة أخرى مع ياسر رشدي على التفاصيل والأسباب. إليك ياسر. شكرا رغدة وشكرا أميمة. والمزيد من المتابعة مشاهدينا حول تأهل منتخب مصر للدور الرئيسي لمونديال كرة اليد 2023 ببولندا والسويد. ينضم إلينا الكابتن أحمد العطار، طبعا هو كابتن منتخب مصر والنجم السابق في كرة اليد. أهلا كابتن أحمد، ويعني أولا أداء مميز جدا لمنتخب مصر في هذه الدورة، كما يقولون في الكرة المنتخب فايق. كيف رأيت هذه المباريات لمنتخب مصر هذا الأداء المتميز؟ طبعا انا بهني المنتخب المصري طبعا على الاداء المتميز في الثلاث لقاءات في الدور التمهيدي. الحمد لله اول مجموعه، يمكن طبعا اللقاء اللي هو كان الاصعب هو لقاء الافتتاح امام المنتخب الكرواتي، وقدرنا ان احنا نكسب بفوق اهداف كبيره، وكان بعد كده منتخب المغرب برضه فوق كبير جدا الحمد لله. و بعد كده طبعا اليوم امام المنتخب الامريكي، وبصراحه يعني اداء متميز جدا، وبان قوه المنتخب المصري امام المنتخب الامريكي في معظم اللقاء، وده بيخلينا يعني كمتابعين بقى كره يد، وان منتخب مصر في الدور الثاني الدور الرئيسي امام بلجيكا والبحرين والمنتخب الدنماركي يقدر يؤدي اداء متميز ويقدر يحصد النقاط. احنا عارفين ان هو في النقطه دي كابتن احمد منتخب مصر سيواجه في الدور الرئيسي احد منتخبات المجموعه الثامنه، كيف ترى فرص مصر في بلوغ الدور ربع النهائي وسط هذه الاسماء التي اشرت اليها؟ طبعا يعني اعتقد ان الفرصه متاحه جدا للخوض والفوز على المنتخب البلجيكي. يمكن مستوى المنتخب البلجيكي تصنيف ثالث، احنا الحمد لله تصنيف اول، فاعتقد عندنا لقاءين كمان. البحرين طبعا لعبناها قبل كده وكسبناها، فاعتقد عندنا مباراتين في المتناول منتخب مصري، والمباراه الثالثه هتبقى مع المنتخب الدنماركي طبعا بطل العالم طبعا. بطل النسخه الماضيه في مصر، كده هيبقى معنا 8 نقاط. اعتقد نقدر ان شاء الله باذن الله نعمل لقاء قوي جدا قدام الدنمارك، وليه لا ممكن نكسب، لان عندنا البدائل موجوده، عندنا اللعيبه في اعلى فورمه ليها، عندنا اللعيبه المحترفين واللعيبه المحليين
ما فيش فرق ما بينهم صحيح. في المستوى. اعتقد فرصة كبيرة جدا ان المنتخب المصري يقدر يحصد الثلاث مباريات كمان القادمين ان شاء الله، ان شاء الله كابتن المربع الذهبي ان شاء الله. الله سوف يذهب يعني على ما يبدو المنتخب من خلال هذا المستوى المتميز بعيدا في هذه البطولة. كابتن احمد العطار نجم وكابتن منتخب مصر السابق لكرة اليد، اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هذه وقفة رياضية. الان عودة مرة اخرى الى أميمة ورغدة. لعلك أميمة ورغدة تابعتي بعض من هذه المباريات، منتخب فعلا يؤدي اداء مبهر في الواقع. نعم، شكرا جزيلا لك ياسر، بالفعل عندك حق. والآن مشاهدينا تنتهي نشرتنا، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الغرب يكثف مساعدات لأوكرانيا، ورئيس الأركان الأمريكي يلتقي قائد الجيش الأوكراني للمرة الأولى في بولندا. قادة مصر والأردن وفلسطين يؤكدون من القاهرة على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ترامب يدشن حملته الانتخابية لاستباق رئاسة الأمريكية 2024 نهاية الشهر الجاري. ختام هذه الجولة الإخبارية، وللمزيد بإمكانكم متابعة الموقع الإلكتروني القاهرة news.net ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخطر. إلى اللقاء.